السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح عليكم اليوم دراسة دور وآلية تدخل لمفاوية بي والتي تشكل ما يسمى بالاستجابة المناعية النوعية ذات المسلك الخلطي. الوثيقة الأولى كما نلاحظ لدينا صفيحتين، الصفيحة الزجاجية الأولى والصفيحة الزجاجية الثانية. نضع بكل منهما القطرة الأولى وهي عبارة عن مولد مضاد للبكتيريا بكتيريا لا بريسيلوز، الحمى المالطية كما تسمى باللغة العربية. المرحلة الثانية نضيف على الصفيحة الأولى قطرة ثانية، في هذه الحالة الأمر يتعلق بمسار شخص مأخوذ من شخص غير مصاب بهذه البكتيريا. أما على الصفيحة الثانية فنضيف قطرة من مسار مأخوذ في هذه الحالة من شخص مصاب بهذه البكتيريا. النتيجة المحصل عليها بعد مزج القطرتين كما نلاحظ فيما يخص الصفيحة الأولى هناك عدم حدوث تلكد، ونقصد بذلك بطبيعة الحال أي التلكد ينتج عن تشكل مركب مولد مضاد الأجسام أنتي كور أنتي جين. أما بالنسبة للصفيحة الثانية فنلاحظ عدم حدوث تلكد أي عدم تشكل بطبيعة الحال المركب مولد مضاد الأجسام. السؤال رقم واحد، املأ الخانة الفارغة من الجدول بسلبي المسار أو بإيجابي المسار. سلبي المسار نقصد بذلك عدم وجود مضادات أجسام ضد مولد المضاد، أما إيجابي المسار فالأمر يتعلق بوجود بطبيعة الحال مضادات الأجسام، في هذه الحالة نقول سيرو نيجاتيف سيرو بوزيتيف، إذا إيجابي المسار كما أشرت وجود مضادات أجسام في هذه الحالة ضد مولد المضاد. فعلا كما نلاحظ بطبيعة الحال على الجدول فيما يخص الصفيحة الأولى أشرنا سابقا على أن هناك عدم حدوث تلكد أي عدم تشكل المركب مولد مضاد أجسام، ونحن أضفنا في القطرة الأولى بطبيعة الحال مولد مضاد أ، إذا هناك غياب لمضادات أجسام وبالتالي فبطبيعة الحال الأمر يتعلق بسلبي المسار. أما بالنسبة للصفيحة الثانية حدوث تلكد، ونحن أضفنا في القطرة الأولى كما أشرت مولد مضاد للبكتيريا لابريسيلوز، إذا هذا يؤكد لنا بطبيعة الحال وجود مضادات أجسام وبالتالي سنقول إيجابي المسار. أتابع. سؤال رقم اثنان، اشرح مفعول مضادات الأجسام على مولد المضاد المحدد له، ربما اتضح لكم ذلك، لأن في هذه الحالة ترتبط مضادات الأجسام بمولد المضاد لتشكل معه ما يسمى بالمركب المنيع ولديوبتر المفعول مولد المضاد. الوثيقة الثانية لدينا فأر نحقنه بمولد مضاد أ، ثم بطبيعة الحال لدينا كما تلاحظون معي وسطي زرع بطبيعة الحال داخل علبتي بيتري. في العلبة الأولى نضيف بكتيريا حاملة لمولد المضاد أ، بينما في العلبة الثانية نضيف أو نضع بكتيريات حاملة لمولد المضاد بي، ثم نستخرج من الفأر اللمفاويات بي. كما نلاحظ بطبيعة الحال نسجل على أن هناك إنتاج مضادات أجسام من طرف اللمفاويات في كلتا العلبتين، لكن في العلبة الأولى البكتيريات تصبح مثبتة كما تبين لكم ذلك، أما بالنسبة للعلبة الثانية كما نلاحظ فالبكتيريات تبقى متحركة. السؤال رقم ثلاثة، صف مفعول مضادات الأجسام على البكتيريا الحاملة لمولد المضاد المحدد له، كما ربما اتضح لنا ذلك، لأن فعلا مضادات الأجسام تثبت البكتيريا الحاملة لمولد المضاد النوعي كما أشرت إلى ذلك سابقا. السؤال أربعة، يطلب منا أن نشرح كيف تتمكن المضادات الأجسام من تثبيت البكتيريات، إذا في هذه الحالة بطبيعة الحال مضادات الأجسام تجعل البكتيريا الثابتة بارتباطها بها وتشكل معها بطبيعة الحال المركب المنيع. السؤال رقم خمسة، اشرح لماذا البكتيريات في العلبة على اليمين أي العلبة الثانية تبقى متحركة، ربما اتضح لنا ذلك لأن في هذه الحالة عدم وجود مضادات أجسام نوعية موجودة ضد مولد مضاد بي، بما أن العلبة الثانية تحتوي على مولد مضاد بي، أما العلبة الأولى فتحتوي على مولد مضاد أ. نتابع الوثيقة الموالية، كما نلاحظ لدينا الأنفاوية بي، لدينا بكتيريا على غشائها نجد بطبيعة الحال مولد مضاد حامل لمولد مضاد في هذه الحالة. كما نلاحظ تتكاثر هذه بعد التعرف على مولد مضاد، تتكاثر اللمفاوية بي تعمل على إنتاج مضادات أجسام نوعية أي موجودة ضد مولد مضاد المحمول من طرف هذه البكتيريا. كما تلاحظون معي مضادات أجسام تشكل مع مولدات المضاد المحمولة من طرف البكتيريات مركب وهو المركب المنيع، إذا كما نلاحظ هناك عملية تلكد تشكل مركب مولد مضاد مضادات أجسام، ثم بعد ذلك تتدخل البلعمية كما نلاحظ لتقوم ببلعمة المركب المنيع أي كما أشرت إلى ذلك وأعيده مرة أخرى مركب وهو مولد مضاد مضادات أجسام، مما يجعل بطبيعة الحال يمكن البلعمية من القضاء على هذا على مولد المضاد. السؤال
باستعمال الوثيقة اشرح كيف أن تثبيت البكتيريات بتشكل مركب مناعي مولد مضاد الأسام يمكن الجسم من القضاء على التعفن الجرثومي فعلا كما تبين ذلك. إذا المركب المناعي بطبيعة الحال يسمح بتدخل بلعاميات بما أنه يبطن مفعول مولد مضاد وبطبيعة الحال التي تعمل على بلعمة هذه البكتيريات والقضاء عليها. وبطبيعة الحال عندما نقول القضاء على البكتيريات أي القضاء على التعفن الجرثومي. شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله.